بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. هنالك محاورة جميلة وطريفة ولذيذة مفعمة بالمعلومات حصلت ما بيني وبين أبو مريم، ولا تفوتكم إن شاء الله تعالى، أتمنى أن تشاهدوها في الكلمات القرآنية التي رسمت بالتاء المبسوطة والتي رسمت بتاء مغلقة. حياكم الله وتعالوا معي وشوفوا هذا الحوار الجميل ما بين دريد وأبو مريم. كيف حالك أخي دريد؟ إن شاء الله تكون بصحة وعافية والحمد لله على السلامة، وأنقل لك تحيات المتابعين الكرام سواء بصفحة الفيسبوك أو في اليوتيوب، وكلهم يسلمون عليك، وطبعا في التعليقات أو في الرسائل، ويبلغوك السلام ويتمنون لك الشفاء العاجل بإذن الله عز وجل. حياك الله يا أبو مريم وجزاك الله خير. وبالبداية أحب أشكرك وأشكر كل من سأل عني وكل من راسلني وكل من كتب في التعليقات، والله تعالى يرضى عنكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الشكر لكم، جزاكم الله عني كل خير وبارك الله فيكم، وقفتم معي ودعمتموني بالدعوات وآزرتموني ولن أنساها لكم، بارك الله فيكم. وهات ما عندك يا أبا مريم. اليوم عندي أسئلة دارت في بالي من عدة أيام وأنا أقرأ القرآن الكريم. لما أكون أقرأ تأتي كلمات مثلا قد رسمت بتاء مربوطة وكلمات أخرى قد رسمت بتاء مبسوطة. على سبيل المثال في سورة الصافات قال تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. هذه جاءت كلمة شجرة بتاء مربوطة، في حين أنه هي نفس الشجرة الزقوم في سورة الدخان قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون. هنا جاءت بتاء مبسوطة مفتوحة. فيا ريت إن شاء الله تعالى أجد عندك الجواب الشافي لكل من هذين الموضعين. جميل جدا. قبل أن أبدأ بالشرح، اللي متابعني لسنوات يعرف بأنه أنا أسلوبي البساطة في كل شيء، في الشرح، في التعبير، حتى في التدبر، في كل ما أعرضه على القناة أو في صفحة الفيسبوك، وعليه راح أنا أختصر جدا في الشرح، بس راح أوصل المفهوم بدقة بإذن الله عز وجل. لو فعلت هكذا بإيدي وكان عندي مثلا مفتاح أو شيء، أكيد أنه لما أقول لكم أنا ما موجود هنا في يدي ما راح تعرفوا، لأنه مغلقة هنا كالتاء المربوطة، لكنه إذا فتحتها هكذا راح تعرف أنه تقول لي نعم يوجد مفتاح في يديك، صح ولا لا؟ فتحتها كما التاء المفتوحة المبسوطة. هذا مقدمة بسيطة فقط، ولكن الآن سأنتقل في عجالة بشرح ما السؤال الأول اللي أنت تكلمت فيه عن الشجرة والتي جاءت بالرسم بالتاء المربوطة وبالتاء المبسوطة. انتبهوا معي أحبتي لهذه الآيات التي تظهر أمامكم على الشاشة. قال تعالى في سورة الصافات: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. لاحظوا أحبتي أنه لما كان السياق، نحن دائما خلونا ننتبه إلى السياق، سياق الآيات، حتى نعرف لماذا هذه كتبت بتاء مربوطة وهذه كتبت بتاء مبسوطة. لما كان سياق الآيات غيبا مخفيا هنا في سورة الصافات محدود المعرفة، يعني هو الآن الله سبحانه وتعالى يقول أمور أو يصف لنا شجرة الزقوم، ولكنه إحنا محدودين المعرفة في هذه الشجرة الآن في سورة الصافات، يعني أنه هكذا وصفها، لكنه هل رأيناها؟
هل شاهدناها؟ لا، لم يحصل هذا، فتدل على محدودية المعرفة بهذه الشجرة. انتبهوا أحبتي، ووصفها وشبهها برؤوس الشياطين. وهل رأينا الشياطين؟ فلما وصفها بهذا الوصف جاء رسم الشجرة هنا بتاء مربوطة، إيحاء بمحدودية معرفتها والعلم بها. وخلونا نشوف أحبتي في الله الآية وسياق الآيات التي وردت في سورة الدخان والتي جاءت فيها بتاء مبسوطة. انظروا إلى الآيات أمامكم أحبتي في الله. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. وهنا لو لاحظنا أحبتي في الله أن سياق الآيات في المعذبين الذين ذاقوها وأصبح الطعام لهم فهم عارفوها الآن، لذلك فتحت تاء الشجرة بسطت لأنهم عاينوها وأكلوا منها وكأن المشهد حاضر للعيان. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، وناسب ذلك بسط التاء في كلمة شجرة إيحاء بتمام الرؤية والمشاهدة للعيان. سبحان رب العزة، إنه كلام رب العالمين، كل كلمة في القرآن تعشق مكانها. تمام، أحسن الله بك وبارك الله فيك. ولدي موضع آخر لو سمحت، في سورة إبراهيم قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. وهنا وردت كلمة نعمة بتاء مبسوطة مفتوحة، بينما في سورة النحل قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وهنا جاءت كلمة نعمة بتاء مربوطة. أيضا سؤال جميل وبارك الله بك وأحييك يا أبو مريم. لاحظوا معي أحبتي الآية في سورة إبراهيم، قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فتحت النعمة هنا بتاء مفتوحة، إذا جاءت بمعنى الفعل أي باشرناها بالفعل كأن نأكل ونشرب بنعمة الله سبحانه وتعالى، لذا فتحت التاء في كلمة نعمة. ولو لاحظنا سياق الآيات في سورة إبراهيم أحبتي في الله لوجدنا قبلها أنه وردت وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وجاء أيضا فيها وسخر لكم الأنهار، وجاء فيها أيضا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار لكم. فكل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى فتحت بالفعل، جاءت نعمة بتاء مفتوحة مبسوطة. وزاد الأمر بقوله تعالى في بداية هذه الآية وآتاكم من كل ما سألتموه، وازداد الأمر وضوحا لما ختمت الآية إن الإنسان لظلوم كفار. والإنسان يكون ظلوما كفارا لما تكون النعمة قد وصلته بالفعل ولكن لم يؤدي شكرها. إذن هنا أحبتي في آية سورة إبراهيم النعمة فتحت بالفعل. أما في سورة النحل فاقرأوا ولاحظوا مع الآية، قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، فلم يقل سبحانه وآتاكم من كل ما سألتموه، ولم يقل أيضا في ختامها إن الإنسان
لا ظلوم كفار. فالنعمة تشير هنا إلى السماء الله سبحانه وتعالى، فأغلقت تاؤها بالفعل لأنها غيبية. فانتبهوا، لأنه في آية إبراهيم فتحت التاء لأنها أشارت إلى الإنسان على الأرض وقد فتحت عليه النعم، فجاءت بتاء مبسوطة. تمام، جزاك الله خيرا. طيب، عندي كلمة رحمة بتاء مبسوطة، مثلا في سورة الأعراف قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه بتاء مبسوطة. وفي بداية سورة مريم قال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهذه أيضا جاءت بتاء مبسوطة. بينما قال تعالى في سورة الحجر قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. رحمتي، هذه جاءت بتاء مربوطة. وقال أيضا في سورة صاد في بداية السورة: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. هذه الرحمة أيضا جاءت بتاء مربوطة. جميل جدا، بارك الله فيك. شوف الآية في سورة الأعراف، خلونا نقرأها سوية. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. كما لاحظتم أحبتي في الله أنه كلمة رحمة كتبت هنا بتاء مبسوطة. ماذا نستدل؟ قال: قريب من المحسنين، قريب من المحسنين، فهي قريبة الرحمة من المحسنين. ففتحت تاؤها أي أنهم وجدوها، لمسوها، ولذلك فتحت تاؤها. وإذا انتقلنا أحبتي في الله إلى الآية التي في سورة مريم، في بداية سورة مريم، انظروا أحبتي: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فرحمة هنا جاءت أيضا بتاء مبسوط. وهنا نسأل: ما هي الرحمة التي حدثت لزكريا عليه السلام؟ فالإجابة واضحة وتعرفوها كلكم أحبتي، أنه كان لا ينجب، بالرغم من أنه صار كبيرا في السن وطاعنا في السن هو وزوجته، ولكنه الله سبحانه وتعالى رزقهم بيحيى. إذن هي رحمة مفتوحة وأصبحت فعلا، ولهذا كتبت بتاء مبسوطة. أما حينما تكون الرحمة ميؤوس منها، بعيدة المنال، فترد بتاء مغلقة، كما ورد في سورة الحجر قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. بتاء مربوطة. فهنا كان من المناسب أن تأتي هكذا مغلقة، لأن الضالون الكافرون أيسون من رحمة الله سبحانه وتعالى، فجاءت مغلقة. في سورة صاد قال تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. فمن المعلوم بالضرورة أن هذه الخزائن مغلقة لا نعلمها، لذلك أغلقت التاء، جاءت رحمة بتاء مغلقة مربوطة، فنحن لا نعلم الخزائن وما في الخزائن. يا سلام، بارك الله فيك، الله تعالى يرضى عنك. طيب، الآن عندي كلمة قرة بتاء مبسوطة وقرة بتاء مربوطة. مثلا في سورة القصص قال تعالى، طبعا: أما قالته امرأة فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هنا جاءت قرة بتاء مبسوطة مفتوحة. بينما لو قرأنا الآية في سورة الفرقان، في آخر صفحة من سورة الفرقان: الذين قالوا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة هنا جاءت بتاء مربوطة. كذلك لدينا في سورة السجدة:
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيضا هذه الكلمة قرة جاءت بتاء مربوطة. أما فيما يخص كلمة قرة بتاء مبسوطة وقرة بتاء مربوطة، خلونا نشوف الموضع، وهو الوحيد في القرآن التي وردت بتاء مبسوطة. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. امرأة فرعون أمسكت بموسى الطفل الرضيع، فموسى كان فعلا قرة عين مفتوحة لامرأة فرعون، فهي موجودة بالفعل، ولذلك فتحت وبسطت تاؤها. أما المواضع التي ورد فيها قرة أعين بتاء مغلقة كما تلاحظون أمامكم على الشاشة أحبتي في الله في سورة الفرقان، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فهذا دعاء أحبتي في الله. وقرة العين غير موجودة بعد، يعني نحن ندعو بهذا الدعاء حتى يحدث لنا إن شاء الله تعالى في المستقبل أنه يهب لنا الله سبحانه وتعالى أولاد يكون هؤلاء الأولاد قرة أعين لنا. فهذا الدعاء مغلقة لكنه لم تحدث بالفعل، لكنه إذا حدثت وجاءت تلك الذرية وكانت بما يرضي الله سبحانه وتعالى فتحت أو سوف تفتح التاء لأنها أصبحت حقيقة، وكانوا فعلا قرة عين لأهليهم. كذلك في سورة السجدة قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، يعني مبين من سياق الآية أخفي مخفي مغلقة، لا ندري ما الذي أعده الله سبحانه وتعالى من قرة أعين لهؤلاء الناس الذين يعملون الصالحات وسيكون جزاؤهم الجنة بإذن الله عز وجل. فهي مغلقة الآن في الدنيا لكنها ستفتح بإذن الله عز وجل لما يدخلون الجنة ويرونها واضحة عيانا ويشاهدونها بالفعل. بارك الله فيك والله يشفيك. طيب سؤال آخر وإن شاء الله راح يكون أخير عن كلمة امرأة، هذه جاءت بتاء مبسوطة وبتاء مربوطة. مثلا إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، جاءت بتاء مبسوطة. أو مثلا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، هذه بتاء مبسوطة. ولدينا أيضا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، كما مر في السؤال السابق سألتك عن كلمة قرة التي جاءت بتاء مبسوطة. وأيضا عندي في سورة التحريم آخر صفحة من سورة التحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين إلى آخر الآية. وفي مواضع أخرى أتت بتاء مربوطة، مثال ذلك وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وإلى آخر الآية. أو في سورة النمل مثلا لما قال الهدهد لسليمان عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، هذه جاءت بتاء مربوطة، فياريت التوضيح لو سمحت. طبعا هذا السؤال أنا نشرت منشور هنا في المنتدى على اليوتيوب وفي الفيسبوك على قضية امرأة بتاء مبسوطة وامرأة بتاء مغلقة. وببساطة شديدة جدا لما تكون المرأة معروفة نعرفها تماما من هي بسطت تاؤها، كامرأة عمران، كامرأة فرعون، كامرأة العزيز، وفيها آيات كثيرة. مثلا هذه الآية في سورة آل عمران، امرأة عمران ماذا قالت؟ إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
معروفة امرأة عمران فبسطت تاؤها. في سورة يوسف موضعين لدينا امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وأيضا لدينا الآية التي قرأتها على حضراتكم في مسألة قرة، ماذا قالت امرأة فرعون؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، إلى آخر الآية كما تلاحظون بسطت التاء. ولدينا أيضا في آخر صفحة من سورة التحريم قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. أعطيكم مثالين بسيطين في التي جاءت بتاء مربوطة. في سورة النساء لدينا مثلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه المرأة أي مرأة فهذه ليست امرأة معروفة بذاتها، ولكن أي امرأة في الكون خافت من بعلها، إلى أن نأتي بالآية ومفهوم الآية فينطبق عليها هذا الحكم. ولدينا أيضا في سورة النمل لما قال الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. الهدهد لم يكن يعرف المرأة ولا حتى سليمان عليه السلام حتى جاءه الخبر ونقله الهدهد أن هنالك امرأة طبعا غير معروفة. بعد ذلك طبعا جاءت وعرفوا من هي، ولكنه في البداية لم يكونوا يعرفونها فأغلقت تاؤها. جزاك الله عني خير الجزاء وبارك الله فيك ونفع بعلمك ويا ربي اشفيك إن شاء الله تعالى، وشكرا لك، شكرا كثيرا، شكرا جزاك الله خيرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وصلت الفكرة واضحة لحضراتكم أحبتي في الله، وجزاكم الله عني كل خير.